لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الاثنين 4 فبراير، والنهاردة القمر موجود في برج الدلو، والنهاردة القمر الجديد بيتولد الساعة 10:05 بالليل في برج الدلو، يعني الهلال هيكون موجود الساعة 10:05 بالليل. القمر الجديد معناه اقتران الشمس والقمر، وده زي ما قلت هيحصل النهاردة. وهيحصل فين؟ في برج الدلو، عند درجة 15 من برج الدلو. عندنا كمان المريخ وأورانوس في الحمل، وعندنا المشتري في الكوس، وعندنا فينوس وزحل وبلوتو التلاتة في الجدي، وعندنا عطارد والشمس في الدلو، وعندنا نبتون في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر الجديد موجود في منزل الأصدقاء، وده بيخليهم إن شاء الله عندهم حياة اجتماعية حلوة، ممكن تجمعهم بالأحباب وبالأصحاب أوقات حلوة. وأشوف كمان في الشغل هيكون عندهم قدرة على تنمية أعمالهم جدا، هيكونوا كمان عندهم قدرة إن هم يثبتوا تميز في شغلهم. نروح بعد كده لبرج الثور. ومواليد الثور النهاردة عندهم القمر للأسف في وضع معاكس معاهم، وممكن ده يخلق جواهم شوية روح متمردة. مطلوب بس من مواليد الثور ان هم يتحكموا في عصبيتهم النهاردة، ويحاولوا ان هم يتجنبوا التهور والتسرع في ردود أفعالهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. ومواليد الجوزاء النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، وده بيخلي مواليد الجوزاء عندهم ذهن يقظ، ويكونوا عندهم استعداد ان هم يزودوا معرفتهم اكتر ويتطوروا، يعني يقدروا يحققوا تطور في شغلهم، كمان يقدروا يحققوا مكاسب مالية. والنهاردة لو عايزين يخططوا للسفر او يسعوا للسفر هيكونوا موفقين. كمان عندهم قدرة ان هم يوطدوا علاقتهم بجهات اجنبية، ده لو بيشتغلوا مع جهات اجنبية. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده ممكن يساعدهم كتير ان هم يحققوا مكاسب وفوائد مالية، ويقدروا ان هم يتوصلوا لنتائج مهمة على الصعيد المالي، وكمان ممكن يتوصلوا المعلومات تفيدهم في المستقبل. نروح بعد كده لبرج الأسد. مواليد الأسد للأسف النهاردة القمر في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد الأسد ان هم يتملكوا أعصابهم وما يتسرعوش في قراراتهم. كمان في الأمور القانونية مهم جدا ان هم ياخدوا بالهم في توقيع أي أوراق أو عقود. نروح بعد كده للعذراء. ومواليد العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل الصحة والعمل، ده بيديهم لياقة بدنية هايلة، وكمان هيكون عندهم إشراقة وحماس للحياة وللعمل، ويقدروا ان هم يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه. نروح بعد كده للميزان. ومواليد الميزان النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، ده بيديهم أجواء رومانسية، هم يعرفوا حتى يشيعوا حواليهم أجواء حب ورومانسية، ويعرفوا ان هم يرسموا لوحة جميلة لحياتهم سواء حياتهم العاطفية أو المهنية. نروح بعد كده للعقرب. ومواليد العقرب النهاردة عندهم القمر للأسف وضع معاكس معاهم، ومطلوب من مواليد العقرب النهاردة ان هم يتحركوا بهدوء وبحذر في تعاملاتهم العائلية والاجتماعية، يعني يحاولوا ما يدخلوش في اي جدال ممكن يؤدي لصدام عائليا او اجتماعيا. نروح بعد كده لبرج الكوس. ومواليد الكوس النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، وده بيديهم لباقة ودبلوماسية، وبيديهم قدرة على التفاوض هايلة، ممكن يكون عندهم لقاءات مهنية ناجحة جدا، وكمان طبعا لقاءات اجتماعية، ويعرفوا ان هم يكسبوا التأييد بمنتهى البساطة. نروح بعد كده لبرج الجدي. والجدي النهاردة عندهم القمر في منزل المال، ويقدروا النهاردة مواليد الجدي ان هم يلاقوا حلول مشاكل مالية، ويعرفوا يكونوا مبهرين جدا. بس المطلوب من مواليد الجدي برضو ان هم يكونوا يحاولوا يركزوا ويرتبوا افكارهم، لان تركيزهم ممكن يكون مش مية مية. نروح بعد كده لبرج الدلو.
الدلو النهاردة عندهم القمر الجديد في برجهم، وده بيديهم ثقة بالنفس هايلة، بيديهم قدرة على الظهور والتألق، وعندهم سحر وجاذبية كمان، هيكون عندهم إصرار على التطور ويعرفوا يكونوا مبتكرين ويجددوا أفكارهم. نروح بعد كده لبرج الحوت. مواليد الحوت النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ12، وده بيخليهم يميلوا للعزلة وللتأمل، فده هيساعد مواليد الحوت ان هم يفكروا بعمق ويشوفوا تفاصيل اكتر ويشوفوا الصورة اوضح، بس مطلوب منهم ما يتكلموش، ما يعلنوش اي حاجة هم توصلوا ليها، مطلوب منهم كمان ما يعلنوش خططهم ويتجنبوا الزهو بنفسهم وبانجازاتهم، وكمان مهم ان هم يهتموا بصحتهم وبسلامتهم. وكده نبقى خلصنا الـ12 برج النهارده.